وا سيدي هانتوما كتشوفوا راه خصنا باش نقراو الدراري وباش ما كاين والو صافي هانتوما كتشوف داكشي قديم وخلاو الجدود ديالنا وصافي هنا القيمه مصوبو كيقولوا يصوبوا يصوبوا لي تكون عنده 60 ولا 70 اكثر كاع غير انا كان عندي 64 دابا كلشي خاص ما كاين لا الفراش ما كاين لا السقف ما كاين انت كتشوف داكشي كلشي الزربي ما كاين والو حصير ما كاين والو بالنسبه انا المسجد كما شفتوا يعني المسجد ديال السفول يعني المسجد يعني كتخصو ابسط الحوايج ما فيه حتى ما فيهش المرافق ما فيه انا بالنسبه للطلبه ملي كيقراو في العشيه ولا في الصباح كيوجدوا بزاف ديال الصعوبات منهم البرد والشتاء يعني كما كتشوفوا راه يعني باقي مبني قديم يعني راه تقريبا شي 60 عام هادي ولا 70 عام ومهدد بالانهيار يعني والمشكل الاكبر هو ديال الطلبه ملي كيقراو كاين البرد فصل الشتاء كيواجهوا بزاف المشاكل كاين البرد والامطار والمطر سميتو السقف وحنا كسكنه ديال دوار السفولة يعني كنشدو كن يعني نمشي مع السنين يعني تساعدوا معنا يعني نعاودوا البناء ديال المسجد ان شاء الله. بالنسبه يعني الافريشه ديالو راه يعني حصيره وحده اللي كاينه يعني خاصينو الافريشه ديالو المكبرات الصوتيه و يعني ممكن نقولوا بان ابسط حوايج راه خاصين المسجد. لا بالنسبه للخطوبه ديال الجمعه ما كانت دابا ما بقاتش كتكون الخطوبه ديال الجمعه من الاسباب هي يعني ممكن نقول عدم الجاهزيه ديالو يعني الجمعه كنضطروا باش نمشيو للجامع اللي قريب لواحد كاين فواحد الدوار هنايا قريب يعني نظرا للضيق ديالو يعني ما كيساعدش على باش تدوز فيها صلاه الجمعه. في شهر رمضان كنواجهوا ثاني بزاف ديال الصعوبات بحال الشتاء يعني كتكون الاكتظاظ في البلاصه ديال الصلاه يعني كاين يعني ما عندناش اتساع باش يصليو الناس داكشي علاش كنضطروا باش الناس يطلعوا للسطح ولا يصليو هنا ولكن رغم ذلك راه واخا تقسم الناس راه ما كاينش مكبر صوت وما كاينش يعني غير من يعني المشكل ديال الضوء عن المشكل كاين المشكل ديال الضوء حتى هو يعني بزاف المشاكل وبزاف الامكانيات باقي خاصين. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.